لسه مكملين فقره هنتغير مع الفنانه الجميله نهد السباعي وضيوفنا في الاستوديو اللي منورنا كمان دكتور نبيل السباعي اخصائي زراعه الاسنان ودكتور احمد السباعي اخصائي تجميل الاسنان منورنا. شفتي بقى مش عارفه الصدفه الغريبه دي نقول عيله واحده. انت عارفه يعني الاسنان دي حاجه مهمه جدا وانت بقى طبعا هتقولي لنا دلوقتي حكاوي عن الاسنان. دايما البنات بيهتموا قوي باسنانهم وبيبقوا عارفين النجوم كمان بيهتموا باسنانهم، انت بتخافي من فكره تجميل الاسنان او زياره دكتور الاسنان وهم قاعدين لنا كده هيقولوا ايه؟ يعني اكيد معروفه ان كل دكاتره الاسنان مش محبوبين قوي، ما تفهم عنا السن يعني دروس ممكن تبقى من ابسط الامراض او حاجه، بس تخيل ان ده من العصب الدولة. العصب بتاع الاسنان العصب بتاع الاسنان قد ايه موجع. بس انا عايز هقول لك نقطه كبيره في القصه دي اتعمل فيها ريسيرشز كتير ما لا نهايه. ليه الناس بتخاف من دكتور السنان؟ ليه بقى؟ مع ان انت ممكن تكوني بتروحي للدكتور مثلا بتاع عظام او حاجه او دكتور تجميل بيأصعب على فكره وبيحقنه اصعب مليون في الميه وهتحتاج بنج كلي و ليه بقى؟ الفكره اكتر بنسبه 60 او 70% موضوع نفسي بجد؟ انت اغلبيه الكرتونز بتتفرجي عليها وانت صغيره بتتفرجي مثلا على كرتونز دكتور السنان ده واحد عمال ماسك راسه ومحطط له شاشه كده وبيخش جوه سويت ومش عارف ايه الافلام العربي القديمه. ايوه صح معروف دكتور السنان ده يعني واحد قاعد بره في الاستقبال عمال يسمع صوت سويت وناس بتتعذب ومنشار ومش عارف ايه. في شك نفسي كبير جدا ده غير الاهالي نفسهم. يعني اهالي كتير بالنسبه لهم بتبقى الام نفسها وهي رايحه لدكتور السنان خايفه وبتاخد معاها اولادها وتفضل مرعوبه وبتصور. لا ويمكن كمان يعني زمان كانت فكره زراعه الاسنان او الخلع كان يعني كان صعب اكتر. طبعا لا بس الخلع لسه هو هي حقنه البنج وخلع ما فيش. لا طبعا تكنيكس وانسترومنتس. يعني ايه؟ يعني النهارده طبعا الخلع زمان كان بيتم بطريقه حاجه اسمها تروماتيك اكستراكشن، يعني الخلع هو بيخلع الدكتور بيكسر ما حوالين الضرس العظم اللي حوالين الضرس. دلوقتي التكنيكس اختلفت ان انت تخلعي الضرس وانت بتحافظي على العظم اللي حواليه، حاجه اسمها اتروماتيك اكستراكشن. ان الخلع النهارده يتم مره اسمع ان ممكن افصل لازم اكسر عظم. ما هو طبعا كان زمان الدكتور بيمسك الكماشه ويقعد يجيب الضرس يمين وشمال صح ولا لا؟ فطبعا ده كان هو بيعمل كده وكان بيعمل فورسز او بيعمل قوه معينه بيغصب عنه بيكسر العظم حوالين الضرس. طبعا الموضوع اختلف عن زمان والادوات اختلفت واخترعوا حاجات كتير جدا. يعني في حاجه دلوقتي اسمها فيزيكال اكستراكشن او فيزيكال فورسبس، ده حاجه كمان جديده بتخلي ان حتى الخلع يتم بطريقه ما فيهاش اي غير ما الراس تتحرك. يعني بالظبط يعني ما يحصلش اي تحريك في راس المريض. يعني حتى زي ما ممكن بيقول لك من شويه كان زمان يعني حتى في فيلم لاسماعيل ياسين وكان مش فاكر كان اسمه ايه بصراحه الفيلم، بس هو كان شغال تمرج عند دكتور اسنان وكان برضو هو نفس الفكره الكونسبت اللي انت بتتفرجي على الافلام دي من زمان فانت بتشوفي ان خش كده العيان بيخش في صويت وفي ترزيع وفي تقطيع. انا عايز يحط العمك لسه بصوت بالشاكوش. بس خلي الموضوع اختلف فعلا عن زمان، الموضوع اختلف كتير. يعني انت بس انا ده حصل لي انا عملت حوادث قبل كده وعملت عمليات كتير وعمري ما عيطت في حياتي. انا ما عيطت، انا حقيقي عيطت بالدموع عند دكتور السنان، عيطت بالدموع وسابت عليا نفسي جدا. عشان خايفه اصلا ان انت تدخلي كنت بخلع لا 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 لا, لا. وانا بخلع قعدت وقت كبير قوي اخلع في درس بتاع ساعتين ولا ساعتين وشويه والدرس ما بيتخلعش لان تقريبا كمان كان جاي جوه كيرف كده مدور فما كانش بيتخلع بسهوله وبعد ما اتخلع كسر. يعني دي عذاب دي؟ لا مش عذاب، يبقى مين حياة اصلا وهو بيتخلع كسر. لا دي راجعة لاكتر من سبب. اولهم واهمهم الخلع ده في جزء منه معتمد على الاكويبمنت زي ما كنا بنتكلم، بس الجزء الاكبر على الخبره. يعني انت ما ينفعش مثلا عشان دلوقتي القصه بقت الناس عندها وعي اكتر بقى في تخصصات في الاسنان. طبعا انت رايحه تخلعي ضرس زي دوت ما ينفعش تروحي لدكتور سنان تقليدي. ما ينفعش تروحي للدكتور اللي بيعمل ده دكتور جراح اخصائي جراحه اسنان. يعني انت عارفه انا بقدمه قلت دكتور نبيل اخصائي زراعه الاسنان ودكتور احمد اخصائي تجميل. يعني كل واحد اي حاجه غير حاجة تجميل تانية. انا ما بشتغلش اي حاجه، لا بعمل حشو عصب ولا بعمل حشو عادي ولا الكلام ده خالص. بس تعرفوها يا جماعه برضه اكيد تعرفها من انت عارفه ما اكيد بتدرس اتعلمناها حاجة. طبعا اكيد درسنا كل حاجه بس بعد ما تخلصي بقى الدراسه وبعد ما تخلصي من الجامعه والكلام ده هل انت هتبقي في عندنا في الطب عامه؟ يعني حتى في البشري في حاجه اسمها اللي هو الدكتور اللي هو ايه البطنه
وفي عندنا احنا في مجال طب الاسنان اللي هو اسمه جي بي او اللي هو جنرال براكتيشنر اللي هو بيشتغل كل حاجه خلاص، ده بعد اللي هو التخرج ما تخصص خلاص بالظبط. فطبعا هي دي بقى اللي احنا بنتكلم فيه، الاكسبيرينس اللي انت درستي حاجه معينه عملتي فوكس عليها ما حفظتيش غيرها درستيها كويس قوي فبتبقي شاطره فيها شويه. فانت عاوز غير ما تبقي تحبه طبعا بالظبط، غير ما تبقي انت بتدرسي كل حاجه فطبعا كله بيخش في كله وما حدش بيبقى شاطر في كل حاجه. يعني تمام تخصصات في طب الاسنان والمثل يقول لك صاحب بالين كذاب صح. لو عنده 8 بقى يعني هيبقى بيجرب عارفه. وللاسف احنا عندنا في بعض دكاتره في مصر ما فيش حاجه اسمها ما بعرفش. اوكي يعني ممكن يبقى داخل له كيس زي لا هو مصريين عموما في الطريق قال لك فين دي جمله بتعصبني جدا والله العظيم ما اعرف. وعلى فكره برضو عايز اقول لك حاجه ما بعرفش دي ان دي حاجه برضو يعني اثبتوها ان تاني وجع الانسان بيحسه هو وجع السنان. اول وجع بيبقى وجع العظم ده انت ليكي مش بعيدا عن الدكتور يعني بعد الشر على اي عيان لو حصل له الم مثلا عصب عنده في ضرسه اتكشف وجعه مميت مميت بعيد عن دكتور السنان هو لسه ما اشتغلش دكتور السنان. الانسان نفسه بيحس بالالم دوت ده تاني وجع بعد على طول العظم يعني العظم لو حصل فيه مشكله او اي حاجه ده اول وجع الانسان بيكون عنده جامد جدا مع انه عصب يعني مقارنة بالاعصاب اللي في الجسم عصب في المخ او عصب في الايه او ده عصب تافه عشان ده عصب بسيط هو كده يعني عصب علشان اكسبوزد يعني ايه يعني الضرس لما بيتخرم وبيحصل العصب بيبقى مكشوف غير اما العصب يبقى جوه الجسم او حاجه مكشوف مقفول عليه. اعصاب الوش كلها متوصله ببعض طبعا يعني فيكيشن مثلا عصب الضرس ده هو الحته اللي هو ممكن استحمل على فكره وجع ظهري بس اسناني ما اقدرش استحمل في حاجه توجعني. طب وانت بتهتمي بسنانك ازاي؟ انا عشان نشوف بقى الناس كلها ما بتبقاش عارفه الحته دي. لا انا اللي بعمله ان انا بغسل سناني كل يوم يعني زي الناس اللي بتغسل سنانها طبعا. وبس في حاجه كنت بس لما احس ان سناني مثلا من نسكافيه صفرت مثلا او من المشروبات او الحاجات دي بتستخدمي حاجات تبييض اسنان منزليه؟ لا مش منزليه اللي هو اسمه ايه معجون سنان كده بس هو ما بستخدموش كتير مخصوص لتلميع الاسنان بيشيل السبب ما بستخدموش كتير لان هو بياكل طبقه الميه ده حلو قوي ان انت قلتي ده غلط ده من عارف غلط والله فعلا على المدى الطويل يعني في رمل في رمل سالكة السالكه اللي هي دي رمله بس ان حاطين لها اسم اشياء كده وان هو سالكه ومش عارف ايه وبيبيض الاسنان. أوكي. هيديكي احساس ان اسنانك اتبيضت في ساعتها يعني في نفس اليوم استخدمتيه او الكام مره اللي بتستخدميها ما فعلا سناني توجعني بعد كده غير كده ترجعي تلاقيها بتصفرت اكتر لان بيخربش السن. طب ما هو اي تبييض بيخربش لا طبعا التبييض دي ماده في تبييض بالليزر دلوقتي صح؟ بالليزر ده مش بيأثر على الاسنان اللي هو الوايتنج صح؟ بالظبط بجد مش بيشيل طبقه؟ عارفه الفكره في ايه؟ عشان عمري ما عملت هقول لك الفكره ما بين البولشنج ده اللي هو بنستخدمه في البيت زي الرمله دوت والتبييض البولشنج ده حاجات زي حبات الرمله عماله تكحتي سنتك ده حقيقي في الوقت اللي بتستخدميه فيها تحسي ان الصبغات راحت بس سطح السنه بقى خشن اما يجي اشرب نسكافيه تاني او لو حد بيدخن مثلا تلاقي الصبغات زادت اكتر دخلت جوه اكتر يعني لزقت كانك جايبه سطح خشن وسطح ناعم قوي زي الازاز كده الازاز مش هيلزق عليه الصبغه السطح الخشن هتلزق بسهوله الوايتنينج يعني بمعنى عامي شويه طبعا هو مش صح اقوله بس يعني عامي كانك استخدمتي كلور للملابس حاجه بيضاء شويه هو حاجه ماده معينه يعني. ماده كيميائيه طب والليزر انهي احسن حاجه الليزر ولا الليزر دلوقتي هو اصح حاجه يعني كان في اسامي براندز اللي هي الناس عارفاها واحنا مش اعلان او حاجه زي الزوم والحاجات دي كلها اي حاجه ضوءها ازرق اللي هي عارفه اللي العيان بيبقى قاعد وقدامه ضوء ازرق احنا عملناه يعني كتير قوي في البلد ده خلاص ده انتهى لان ناس كتير بتبقى وهي قاعده عند دكتور الاسنان بتتنطط على الكرسي من حساسيه الاسنان بتفضل ساعتين حاطط لا وبيوجع ده كان ده في البدايه ده كان من 5 سنين او 6 سنين لحد النهارده موجود الزوم ده لحد النهارده بس في ناس بتستخدمه لحد النهارده بس الاصح دلوقتي في بقى حاجه ما بتوجعش الليزر اللي هو شعاع انت ما بتشوفوش هو ما تاني بيبقى ايه ما هو الزوم ده ايه ده بيبقى الترا فايلت يعني اشعه فوق البنفسجيه لونها ازرق يعني تقنيا ده بيعتمد لتشغيل ماده التبييض على الحراره فانت ما تتعرضي للسخونيه لفتره طويله جدا على الاسنان بتحسي بعدين السنسيتيفيتي او الحساسيه بتفضل معاكي لفتره اطول بيفضل المريض ده بيمشي من عندنا اسبوع حاسس بحساسيه مش عارف يشرب بياكل ايس كريم مش عارف يشرب حاجه ساقعه او 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 أيوة. الليزر لا هو معتمد على ضوء الليزر بيعمل اكتيفيشن للماتيريال بتاعت التبييض في حوالي دقيقتين بالظبط الليزر ده بنشغله ما بيفضلش قاعد على بق المريض زي زمان يعني زمان كان المريض ده يفضل متثبت الليزر دلوقتي بيتحط على ماده التبييض دقيقتين ربع ساعة بيكون مخلصين بعديها بياكل يشرب لو ملوش أي آثار جانبية خالص بس هو الفكرة إن طبعا حتة التبييض دي معتمدة أكتر على الاهتمام بأسناننا يعني إيه؟
يعني ما ينفعش حد يكون مهمل جدا في اسنانه يقول انا عايز اعمل طبيب. يعني هو هيبقى زي قلته، هيمشي هيفرح بيه يومين ثلاثه وبعديها بشهر شهرين هيروح. مهمل يعني بيشرب سجاير وقهوه وما بيغسلش اسنانه كويس فالطبيب ساعتها مش هيبقى افضل حل. مش كان ناس كتير ساعات دلوقتي بتتجه للفينير. الفينير هي بقى حل الدائم بالظبط، انه بيبيض اسناني وفي نفس الوقت مش دائم لان هو بيقع. لا يعني انا مثلا انا ممثلين كتير جدا عاملين، اولا انا ضد الفكره دي جدا. يعني انا عمري ما هبقى عامله مثلا دور زي مثلا يوم للستات وانا من هذه المنطقه الشعبيه. صح، فكرة شعبيه صح. وشكل اسناني كده. كنا قبل الحلقه الكلام ده الكلام ده صح، بس هقول لك الفكره في ايه. وطب الاسنان يعني انا عشان تخصصي تجميل، طب اسنان التجميل دلوقتي رايح كله للناتشرال لوكس. كانت من سنتين ثلاثه كان كله منبهر بالهوليوود سمايل اللي هي ابيض حاجه. بالظبط، احنا قلنا هنشرحها للناس برضو عشان الناس مش عماله بتسالني طول النهار. ما احنا برضو لازم نستغلهم. انا هحط سناني حاجه تقريبا نفس لون السناني. لا افتح درجتين او ثلاثه مش نفس اللون، بس هقول لك الفكره في ايه. كنا زمان بنستخدم الوان اللي هي البليتشنج اللي هي زي لون الكوبايه دي. لون ابيض كان مطلوب وكان طالع موضه، كان كل الناس تعمله، اللي هو انا عايز اخش اي مكان الناس كلها تفضل بص عليا في حاجه بتنور في المكان. بعد فتره ابتدوا لا الموضوع فيك. بالظبط، شكله فيك. وبعدين بس على فكره هي مش بس كمان اللون، هي شكل السنه. ده هي اعرض. ما هي دلوقتي برضه الدكتور جايب لنا الانواع الرفيعه والادخن بالادخن. بص اقول لك حاجه، هو الشكل دي حاجه انت كويس انت سالتي فيها كويس، مهم جدا. لان دلوقتي بقى في حاجه اسمها ديزاينر. يعني زي ما بتروحي لحد مشهور بتاع بيعمل لك فستان، بقى في حد النهارده بيبقى مشهور عشان يرسم لك السنان. النهارده احنا بنشتري تمبلتس او اشكال الاسنان يعني بدولارات كتير، بمعنى اصح ان في ناس بره، خلاص سيبك من اي ديزاينر في الشرق الاوسط الكلام ده كله، في ناس بره بترسم اسنان، تيجي بتقول لك انا هبيع لك ال 15 شكل دول وليكن بكذا. فانت بتبقي عندك لايبرري او عندك مكتبه ديزاينز بقى ديزاينز يعني بقت ارخص. يعني مش ارخص، لا انا هشرح لك حاجه كمان. يعني انت دلوقتي كان زمان انت بتروح للدكتور عشان انت بتقولي الشكل مش حلو، بالظبط هو بيعمل شكل المعمل هو اللي بيعمل مش حلو. لان ممكن يكون اولا جزء جاي على الدكتور ان الدكتور دوت ما بيشتغلش تجميل، فمش عارف ازاي يوفق ما بين شكل الوش وشكل السنان. اوكي، لان هي ليها الديزاين ده قصه كبيره جدا يعني. طبعا. الجزء الثاني ان انت حته الديزاين دي مهمه. ليه؟ ان انت دلوقتي قبل ما تبتدي تعملي الفينيز لازم تعملي الديزاين وتشوفي شكلهم عليكي. ممكن ما يليقوش عليكي، ممكن انت تبقي جايه لي مثلا تقولي لي انا عجباني سنان فلانه شكل سنانها حلو، اجي اجربهم عليكي ما يعجبوكيش. اوكي، الفكره وتحسي انك عملتي حاجه هما فيك يعني فيك واللون مش مظبوط وشكل السنان. القصه دي اهميه الديزاين دلوقتي. احنا بقينا دلوقتي بالصور بعمل شكل الفينيز من قبل ما نبتدي نشتغل خالص وارسمها على شكل وش. لو حد وشه مثلا مثلث ببتدي ارسم له السنان شكلها ترانجلر كده او مثلث شويه. لو حد وشه مدور لازم الاسنان تبقى واخده كيرف. لو حد وشه مربع اغلبيتهم تبقى رجاله طبعا لازم الاسنان تعمل شكل وشي. انا عمري ما عرفت وشه مربع ولا مدور. والله العظيم ما بتعرفش دلوقتي لازم لازم شعرك على اخر وبيبان بنعمل لها اناليسس ميبي اوفل شويه اوفل بس لا عندي عاملين طول طالعين مش اوفل. احنا بنتكلم على الوش من هنا رسمة الوش. اوكي، الحتة دي حاجة تانية خالص، دي بتبقى حاجة عظمة في الفرق. خلاص انا عرفت ان انا اقول. لا عايزة تستفيد برضه يا جماعة. لا عايزين ندلعها يا دكتور نبيل. القصة كلها كمان في حتة الديزاينز اللي هو الفكرة ان انت النهاردة بقى في حاجة اسمها يعني تراين. تراين دي اللي انت كنت ممكن تروح لدكتور الاسنان ويشتغل في اسنانك ويعمل لك الفينير وتتفاجئي بالفينير شكلها مش عاجبك يوم التسليم. بالظبط. الموضوع ده اختلف كتير لان دلوقتي بقى زي ما قلت لك احنا بنشتري اشكال او ديزاينز. احنا بننفذها ازاي؟ بيبقى عندنا برامج معينه حاجه اسمها سمايل ديزاين. يعني احنا عندنا برنامج بنصورك بوشك ونحط على وشك الضحكه اللي احنا عايزينها. بنختار من الاشكال او من المكتبه اللي عندنا او من اللايبرري اللي عندنا الاشكال اللي هي اللي انا قلت لك، وبنقعد نجرب اكوردنجلي طبعا لان في مثلا على حسب الوش زي ما اتكلمنا، على حسب لون البشره، على حسب اللون اللي احنا بنختاره ونجربه على وشك. لانك كويس بياض العين فعلا ده دي نقطه مهمه بنشتغل بيها لون السنان من حاجه من الحاجات يعني هي مش الحاجه الوحيده اللي بنشتغل عليها ولكن هي حاجه من الحاجات فعلا. بس انا كمان عايز اقول حاجه، يعني شكل السنان قلت ايه بيتغير، فانا عارفه ان مثلا شكل السنان يا اما هيبقى صف كده يا اما هيبقى بيضاوي شويه. لا مفيش صف دي اسمها هوليوود سمايل. الصف دي الهوليوود سمايل ودي دلوقتي بقت اغلبيه دكاتره السنان في العالم بيتريقوا عليها. ليه؟ لان مش فيك، مفيش حد في الدنيا سنانه مرصوصه في الرصه دي. ايفن لو سنانه بيرفكت، اما حد بتقولي ده انت مولود سنانك بيرفكت زي ما الكتاب بيقول واي دكتور يقول له سنانك حلوه مش هتبقى خط. طبعا في اناتومي في شكل بس لا انا مش قصدي كده، انا قصدي بيبقوا يعني كده عراض مش كانهم مش ضب عراض من عرضا عرضا يعني السن عريضه يعني لما بتشيل يعني عليها
حسب الرسمه اللي الدكتور بالزبط. يعني في بيبقى مدور كده، في مدور اوسع، في مدور اضيق. ما هي بصي انا جايب برضو في انديكيتور تاني، انا جايب انواع فينيرز كتيره معايا. اوكي الفينيرز انا زي الضوافر. ايوه هي على فكره احنا ساعات بنشرحها على كده. اما بحب اشرحها لحد بالبلدي اقول له دي ضوافر زي الضوافر بالظبط بتتلزق. القديمه ديت اللي كنا بنستخدمها زمان، انا معايا طول كده بنقيس بيها، كان السمك بتاعها حوالي 2 مللي. اوكي 2 مللي دول بالنسبه لك ولا حاجه. اوكي يعني عارفه يعني بيعملوا دب مش بيعملوا بالظبط. ال 2 مللي دول في السنان ممكن يخلوا شفتنا عامله كده. اه يعني الناس زمان كانت ناس تركب الفينير ديت تقول لك انا شفتي مش عارفه اقفلها. وتقول لك انا هضحي بحاجه قصاد حاجه ان انا اخد شكل اسنان حلوه في مقابل ان انا ما اعرفش اضحك ولا حاجه. كان طبعا الموضوع مرفوض. اوكي الفكره دلوقتي ان انت اجدد فينيرز بقينا بنعملها السمك بتاعها 0.4 او 0 من 4 من المللي. ده حاجه لا تذكر. اه طبعا يعني انت لو مسكتيها هتحسي اهي عامله لا لازم هتلاقي لون جلدك باين من وراها يعني هتحسيها شفافه شويه. بصي القديمه امسكي برضو القديمه في ايديكي هي تحس بالعرض واللون مختلف كمان. اللون بيختلف طبعا. اه جدا القديمه تحسيها عامله زي السيراميك كده. بس في حاجه بقى، ما احنا عشان انت قلت انت لسه قايل من شويه ودي حاجه انا عارفاها لما بركب ضوافر انه لما تبرد الحاجه وتلزق عليها بتثبت اكتر من لما ما تبردش. بالعكس. طب انا مش عايزه ابرد بقى، انت لسه قايل ده من شويه. لا ما قلتلكيش اما تبرد وتلزق عليها دي اما تبقى حاجه خشنه. اما تبقى حاجه خشنه بتجمع صبغات اكتر. دي كنا بنتكلم عليها في الطبيب. ده لما كان بيقول لك ان انت تعملي الوايتنج ده بالزوم. بصي بقى انا هقول لك، انت كنت بتقولي ناس كتير اعرفهم عامله فينيرز وعماله تقع. سبب الوقعان ده دي حته للدكاتره اكتر من البيشنز. بس هقول لك سببها ايه. طبقاتنا في الاسنان في اول طبقه اسمها انامل وتاني طبقه اسمها الميدا. طبق الدنتن اسمها او بالعربي العاج. دكتور السنان لو برد السنان جامد بيوصل لتاني طبقه عاج. اوكي بالظبط. تاني طبقه ديت ما بتلزقش فيها الفينيرز. لازم ما بيمسكش، لازم مخصص ان هو يتمسك في اول طبقه مش تاني طبقه. فكل ما الدكتور بس لازم يتبرد السنان. مش لازم لا، في حاجات بقى دلوقتي سبستيتيوت اللي احنا جايين اصلا نتكلم عليها النهارده عشان الوقت شكله قرب يخلص. حاجه اسمها الثري اس فينيرز. خلاص الثري اس فينيرز دي حاجه بتتعمل من غير برد في الاسنان. اخترعوا ماده معينه بتعمل حاجه اسمها مايكرو، يعني بتشتغل حاجات مايكرو جدا انها تخربش سطح السنه من غير ما نبردها. يعني الماده هي اللي تشتغل بالظبط. ماده كيميائيه معينه بتتحط خلاص تعمل يعني اخرام صغيره جدا او مش اخرام، خربشه صغيره جدا مايكرو اتشنج يعني من غير ما الدكتور يشتغل بايديه. شكل اسنانك ما ينفعش تاكلي تفاح وما ينفعش تاكلي عام. لا لا خلاص انا باكل تفاح وباكل لب ولب بس انا عايزه اسال. انت احنا قاعدين بقالي 4 سنين عشان دي اكتر حاجه مثلا بتخوفني. وانا مش هعملها. انا مع ان انا اعملها لما اجي اكبر ودروسي تضعف وتبقى حاجه كمان صحيه اكتر ما هي جماليه. لا بس اقول لك معلش بدون مقاطعه الكلام، عشان سنانك عجباكي. اه بس في ناس كتير وبنوتات كتير لا بالنسبه لهم الموضوع ده نفسيا ملخبط لها حياتها. لا 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 اللي هي عارفه ماشيه في الجامعه ما فيش مثلا ثقه في نفسها بسبب شكل اسنانها. يعني ما شاء الله اسنانك كويسه. ما انا هقول لك حاجه، انا 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 كنت وانا صغيره برضو كلنا واحنا صغيرين. اه كلنا واحنا صغيرين عملنا تقويم. انا مفيش حد ما اعرفش عارف التقويم. دي حاجه كويسه. لكن احنا بنقابل بقى بجد اكتر حاجه مشكله ناس عندها فراغات في اسنانها، اسنانها معوجه، الحاجات دي كلها غصب عننا بنلجا لل ما عندها سن اصلا يعني بالظبط. انت بتبقى طالعة رفيعة جدا. لا ده شكل. لا دي حاجة مش جمالية، دي حاجة صحية. يعني انا مش بحس ان دي حاجة جمالية على قد ما دي حاجة. لا بس انا عايز اقول لك حاجة، انا عاجبني النهاردة القعدة ان احنا ايه عارفة اللي هو مع وضد. ايوه دي حلوة عامة. ليه؟ لان دي بتطلع احنا اول مرة يمكن نقعد نتكلم مع دعاء في معلومات طبية. اه يعني كل الناس بتبقى جاية عاوزة تعمل. عايز تعرف حاجات كل الفنانين اللي كانوا معانا. بس النهاردة ايه ده، انا الوحيدة اللي مش عايزة اعمل. بس عامة دي على فكرة اقول لك حاجة، اصل لو واحدة وقعت مني في التصوير دي تبقى مصيبة سودا. لا لا بس انت ما ينفعش تعملي، خلي بالك ما ينفعش تعملي فينيرز. ليه بقى؟ لان احنا عندنا في طب الاسنان في او في عامه في الطب في حاجه اسمها انديكيتد وكونترا انديكيتد. من الحاجات الكونترا انديكيتد للعيان اللي هيجي يعمل تجميل ان هو يبقى رافض الفكره. لو عملها لو عملتي له احسن حاجه في الدنيا مش هيقبل بيها. فهمتي قصدي؟ فانت حاله بيبقى بنسميها عندنا، خلي بالك دي حقيقه بجد والله. طب بيجي لك ليه بدل ما انا رافضه؟ ما هو دي بقى بيبقى فيه صراع نفسي جوه. انا عايز اعمل ومش عايز اعمل. انا مثلا اللي حواليا شكلهم الشكل بتاعهم عاجبني، نفسي ابقى نفس شكلهم. يعني هي اراء. بس الفكره في ايه؟ هي نابعه في الاخر لازم تكوني موتيفيتد فعلا. لازم تكوني جايه لي عايز تعملي كده. طب اسالك سؤال تاني. قوليلي دلوقتي انا عندي دور معين ولازم سناني ما تبقاش مش هقول لك مش نظيفه، بس يعني ما ينفعش سناني تبقى شكلها فينير. ما انا مش بجاوبه مش هينفع تتلون. اقول لك بقى فكره جامده جدا. عامل ايه بقى؟ اللي احنا بقينا تفتكر عملناها مره كده، كنا اشتغلنا في كان في حد بيصور وكانوا عايزين يعملوا شكل اسنان وحش. اه اصلا هي عملت تقريبا الغراب ده
بجد يا ريت انت عملتيها. طب اوريدي يبقى انت جربتيها. احنا اشتغلناها بقى بس احنا عملناها بطريقه ثانيه. انا عارف انت شفتها بس هي برضو زي ما بقول لك الاستجابه دلوقتي ان انت كل الفينيرز اللي بنسلمها الحالات بتاعتنا كلها ما بقيناش بنتجه للشكل اللي هو الواو افكت ده. بقينا ما جالكوش ولا حد وقعت منه واحده؟ بتحصل. بس هقول لك حاجه بيجي لنا كمان ناس بتعيد فينيرز. ليه؟ خلي بالك هي الفينيرز دي ما بقالهاش 10 او 15 سنه. وعايز اقول لك في 15 سنه او ال 10 سنين اللي فاتوا هي كل سنه بيحصل فيها حاجه احنا نفسنا بنجري فيها. يعني انا عايز اقول لك احنا كدكاتره ده نزل حاجه امبارح. واو. يعني انا امبارح اول امبارح شغلي مختلف عن شغلي النهارده. لا والله العظيم كلامك بجد. يعني حوار الـ CS فينيرز ده اللي هي دي ماركه معينه احنا عايزين نشرحها بسرعه عشان وقت دي خامه. ممكن الدكتور احمد يشرحها. هي فكرتها هي ارفع حاجه في الدنيا بالظبط. بنوصل بيها ال 0.2 0.3 من الملي. ده حاجه لا تشكر. اقل يعني نفس سمك الكونتاكت لينس. ديت بتتيح لنا ان احنا نعملها بدون اي برد للاسنان. وفي نفس الوقت عمرها الافتراضي دلوقتي بنتكلم مينيمم 15 سنه. ايه ده؟ هي ما بتقعش قبل 15 سنه؟ وعلى فكره هي 15 سنه مش عمرها افتراضي. هي بعد الفقره دي هتقول لك انا عاوز اعملها. انا عارفه بقى. هي الشركه بتضمنها انها ما تتكسرش، ما تغيرش لونها، ما تقعش. طب ولو قلت لكم واحده واقعه دي ليها ضمانها؟ ما دي فكره ايه؟ طبعا الشركه بتضمنها. سوء استخدام؟ لا دي احنا بقول لك حاجه. انت عشان متعوده على الكلمه دي اللي هي ضماني بس انا هبوظها ازاي غير لما استخدمها خلاص؟ لا بس خدي بالك احنا برضه بنقابل حاجات غريبه. يعني مثلا انا مره جات لي واحده ركبت فينيرز ورحت اجربها عارفه الدوم؟ لا او اللي عمل زراعه وراح يجربها تاني يوم برضه. لا بلاش. لا بجد في حاجات والله بنقابلها. ما هو ده ساعتها انت بتتكلمي انت الحاجات دي هتكسر لك سنانك الطبيعيه. يعني انت لو بتستخدميها على سنانك الطبيعيه والله سنتك ممكن تبقى مشكله. طب احنا قبل ما نخدم الفقره عاوزين نصيحه منكم للمشاهدين. يعني ولناهد. لازم اول حاجه زي ما هي كانت بتقول. لازم يبقى في وعي بحته ان انا اروح لدكتور في تخصصه. حته ان انا اروح لدكتور بتاع كله ديت زي من 5 6 سنين كانت تنفع دلوقتي لا ما تنفعش لان الحته التطور زاد. التطور زاد والموضوع بقى صعب لان ممكن تمشي بقصه اكبر من اللي انت داخل بيها. دي انا اهم حاجه انا شايفها. انت هتنصح نهدي برضو إيه؟ انا نفس الكلام. لا هي مش نهدي بس هي الناس كلها حاجه اسمها البيشنت اديوكيشن. الموبايل النهارده حل لنا قصه كبيره. جوجل طبعا. قبل ما اعمل اي انا ببقى عايشه في جوجل ده في حياتي كلنا. وده حاجه مهمه لان النهارده العيان بره والله بيجي يتكلم مع الدكتور قبل ما بيعمل اي بروسيدير. هو بيبقى عارف دكتور سنان كان دكتور سنان بيبقى عارف كل حاجه. دي حاجه كويسه لان الدكتور بتساعد الدكتور. أوكي. يعني العيان لما يبقى فاهم ده حاجه بتساعد الدكتور لانه هيفهم التعليمات اللي الدكتور هيديها له هيفهمها اكتر ما واحد يقول لك ايه مش فاهم اي حاجه. فبرضه هي البيشنت اديوكيشن دي عندنا مهمه جدا. انا بشكركم جدا دكتور نبيل السباعي ودكتور احمد السباعي بجد نورتونا. ودايما يعني النهارده احنا بقى ايه معناها اللي عملنا فعلا حلقه مختلفه. بشكركم جدا. كملوا معانا ما تروحوش اي مكان لسه مكملين فقراتنا.